دور المستشار الجماعي هو دور استشاري حسب ما جاء به القانون التنظيمي للجامعات الترابية، فهو دور استشاري من خلال النقاط المدرجة بجدول الأعمال الدورات. وأيضا بخصوص هذه الظرفية الخاصة ديال انتشار وباء كورونا والحجر الصحي، فدور المستشار كباقي الأدوار التي يقوم بها الفاعل المدني وأيضا الفاعل السياسي على المستوى الوطني، من خلاله فهذه الأدوار تتجلى في التوعية وأيضا التنسيق ما بين السلطات المحلية والمجلس الجماعي من خلال العمليات التضامنية التي كانت مذكرات في هذا الباب من طرف وزارة الداخلية، حيث مجموعة من المجالس اعتمدوا واحد الغلافات مالية مخصصة لقفاف تضامنية لفائدة المواطنين. بطبع الحال فالمستشار الجماعي يعرفه جيدا من خلال احتكاك دياله اليومي مع المواطنين والمواطنات على مستوى الدواوير والأحياء السكنية، فهو يعرف جيدا يعني الوضعيات كل حالة على حدة. أيضا هناك الدور التنسيقي لكيكون ما بين المكتب الصحي حفظ الصحة التابع للمجالس الجماعية من خلال التعقيم، من خلال يعني لعب دور ديال حفظ الصحة بالأحياء والدواوير. أيضا هناك تنسيق ما بين السلطة المحلية، كيكون واحد مجموعة ديال الحالات اللي كتبغي تتنقل يا إما للتمريض ولا للتطبيب. أنا شخصيا كانت يعني من خلال الواتساب أو الفيسبوك فأتواصل مع السلطة المحلية من أجل تدبير واحد المجموعة ديال الأمور الإدارية ما بين المواطن والسلطات المحلية. وأيضا دورنا كباقي كلعبوا دور كباقي الأدوار ديال التنسيق على مستوى الحجر الصحي.